ذات يوم قررت أن أذهب إلى شاطئ البحر للاستمتاع بزرقته ولأزيح عني متاعب الحياة. ولكن ما رأيته صدمني وأشعل في ذاتي ثورة من الغضب. تلك الرمال الذهبية اللون المتألقة تحت أشعة الشمس الدافئة تشوه منظرها بكومة من القمامة. والعبوات الفارغة مرمية في كل مكان. وبقايا الأكل وقشور الفواكه يحوم فوقها الذباب مرسلا طنينا يصم الآذان. وكومة من النفايات والأوساخ تلاعبت بها الرياح هنا وهناك. والرائحة الكريهة التي ينفر منها المارينا. عجبا من ممارسات بعض الأشخاص الذين عبثوا بجمال الطبيعة الخلاب. وتسببوا بالتلوث الذي يهدد حياة الكائنات الحية. وهذا ما يؤثر بالسلب على السياحة في البلاد. لأن البلد الذي يشهد بيئة ملوثة مهدد بالفقر. والبلد النظيف يعكس الحضارة والتقدم والازدهار. حماية الشواطئ من التلوث مسؤوليتنا. وعلينا نشر الوعي بالمحافظة عليها حتى نساهم في إنعاش السياحة وازدهار الوطن.